شفنا غزوة بدر من النهاية مع سورة الأنفال وتربيتها للمؤمنين، وما خلصش كلامنا عن بدر لسه. بدأنا من النهاية مع القرآن، وخلونا دلوقتي نرجع فلاش باك للبداية ونعيش قصة بدر لحظة بلحظة. البداية كانت منين بالظبط يا ترى؟ تبدأ قصتنا في ليلة من ليالي مكة في رمضان، ليلة من الليالي اللي بقت تقيلة جدا على قلوب الناس ونفوس المقهورين في مكة لمجرد ان هم آمنوا بالله وبرسوله. مكة بالنسبة لهم بقت سجن مرعب، بس مش قادرين يسيبوه لأسباب مختلفة. نمر بين بيوت مكة في ليلة من الليالي فنلمح زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لسه في مكة مش قادرة تهاجر لأن زوجها أبو العاص بن ربيع لسه ما أسلمش، إنسان كويس وصادق ووفي وبيحبها بس ما أسلمش لسه. ونلمح عمة النبي صلى الله عليه وسلم عتكة بنت المطلب، بتقوم من النوم مفزوعة بسبب رؤية مخيفة شافتها. شافت إيه يا ترى؟ شافت راكب يدخل مكة على راحلته وهو بيصرخ: يا آل غدر ويا آل فجر، اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث. ويطلع فوق جبل فياخد صخرة ويرميها على مكة فتتفتت الصخرة ولا تترك بيت من بيوت مكة إلا وتدخلوا شظية منها. فتحكي لأخوه العباس بن المطلب عن الرؤية دي فيفزع العباس، ولما خرج وسابها قابل صديقه الوليد بن عتبة بن ربيعة فحكى له الموضوع وقال له ما يحكيش الموضوع لحد. بس الوليد ما يسكتش، يحكي لأبوه وأبوه يحكي لأخوه وتوصل الحكاية لأبو جهل، فيروح يتخانق مع العباس ويقول له إيه موضوع الرؤية اللي شافتها عتيكة ده بقى؟ هو احنا خلصنا من موال انكم بتكذبوا وبتقولوا انه فيكم نبي، هتبداوا لنا بقى في موال جديد وتقولوا عندكم نبيه كمان؟ ده انتوا عيله كذاب. ولا اعلم في قريش اهل بيت اكذب رجلا ولا اكذب امراه منكم. طب بص، هي مش قالت انها شافت في الرؤية ان في حاجه هتحصل بعد يومين او ثلاثه؟ طب لو عدى ثلاث ايام وما حصلش حاجه هنكتب اعلان ونعلقه على الكعبه ان انتوا اكذب عيله في العرب كله، هنفضحكم قدام العرب كله. طبعا الموقف كان صعب جدا على العباس، كان راجل محترم وله هيبه كده وابن ناس، يتعامل بالبلطجه وقله الادب دي على الملأ كانت صعبه جدا على نفسه. ولكن ما تعديش الثلاث ايام الا ويلاقوا واحد داخل عليهم البلد وشائق هدومه وبيصرخ وبيقول: الحقوا يا معشر قريش، اموالكم وتجارتكم اللي مع ابو سفيان محمد هيتعرض لها وهيتخرب بيوتنا كلنا. فقريش كلها اتجننت ونسوا موضوع العباس ورؤيه عتيكه اصلا، الرؤيه اللي بدات تتحقق فعلا. ايه اللي حصل قلب الدنيا كده؟ تعالوا ناخد كاميراتنا ونسيب مكة ونطلع على المدينة. هنلمح النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنب بنته رقية وهي مريضة طريحة الفراش، بيطمن عليها وبيوصي زوجها عثمان بن عفان يفضل معاها يراعيها. عثمان اللي كان بين نارين، نار انه مش هيقدر يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونار انه ممكن يفقد زوجته وحبيبته بسبب المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين بنته اللي محبوسة في مكة ومش قادرة تهاجر وبنته طريحة الفراش في المدينة بسبب المرض، والصحابة اللي تركوا كل أموالهم وكل اللي يملكوه في مكة عشان يقدروا يهاجروا، وبقى في منهم معدمين ما عندهمش هدوم حتى يستروا بها نفسهم، وقريش أكلت فلوسهم وبتاجر فيها وعايشين ولا في بالهم، وهو القائد المسؤول عن الأمة دي. فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم احتياجات أمته على احتياجاته هو، ومصلحة أمته على مصلحته هو، ويقرر الخروج. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم حد يرصد قافلة لقريش، والرجل راح ورصدها وحد الطريق سيرها ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم تقريره، عملية مخابراتية. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعب وقال لهم بدون تفاصيل: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علوب المدينة، قال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. يعني في موضوع محتاجين نخرج برا المدينة عشانه، فاللي جاهز وعنده وسيلة تنقل يتفضل يجي معانا ينطلق فورا. فجاء أبو بكر وعلي وعمر وعثمان زي ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم استبقاه في المدينة عشان زوجته، وجاء بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعمر جاب ابنه الصغير معاه عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه وقال: لا، صغير ما ينفعش يجي معانا. فرجع وهو مكسور الخاطر. ويجي طفل تاني البراء ابن عازب، فبرضه يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي البراء بعد كده عن الموقف ده وقد ايه كان بيتمنى يكون مع اللي خرجوا، لانه كان شايفهم زي اصحاب طالوت. كانوا نفس العدد حوالي 300، نفس العدد اللي جاوز النهر مع طالوت، وما جاوز النهر معه الا مؤمن. دي كانت ثقافه الاطفال ايامها، الاطفال ما كانوش معزولين عن الحياه والمجتمع ومحبوسين 20 سنه من عمرهم بيدرسوا وبس وما يعرفوش اي حاجه تانية على اللي بيحصل في الدنيا. ويجي سعد بن ابي وقاص ومعاه اخوه الصغير عمير، كان نفسه يخرج معاهم برضه بس كان خايف ومرتبك لدرجه انه بكى، كان بيتدارى وخايف ان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه. فلما سعد شافه كده ساله: مالك؟ قال له: اني اخاف ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وانا احب الخروج لعل الله يرزقني الشهاده. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم استصغروا فعلا وردوا، فبكى بحرقه فرق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاجازه. ويحكي سعد بن ابي وقاص عن فرحته باخوه وهو قاعد بيعقد سيور السيف وبيجهزها لاخوه، فبيقول: كنت اعقد حمائل سيفه من صغره. الشباب طاقه اخلاص جباره، خصوصا لو اتملأ قلبهم بالايمان. المدينه كلها بتستعد،
والأبناء بيودعوا أمهاتهم عند أبواب البيوت، والرجالة بيجهزوا نفسهم، وبينهم واحد كان بيشتري شوية تمر يكونوا معاه زاد في المهمة دي. أول ما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فورا، عمير بن الحمام. اجتمع الناس كلهم، وكان عددهم زي ما قلنا حوالي 300 أو أكتر شوية، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الانطلاق عشان يأكد على احترامه للمواثيق والعهود اللي قطعها لأهل المدينة في العقبة. فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة: النبي صلى الله عليه وسلم يقصدنا احنا بالكلام ده، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وبالفعل ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بسرية تامة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرهم أن هم يشيلوا الأجراس اللي معلقينها في رقاب الإبل بحيث محدش يحس بيهم نهائي. وفي الطريق يلمحوا فجأة واحد جاي بفرسه بيجري عليهم عشان يلحقهم. مين ده يا ترى؟ هل هو عثمان بن عفان جاي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان بنته اشتد بها المرض، ولا حد من المسلمين معرفش يخرج غير متأخر فجري عشان يلحقهم؟ كان لا ده ولا ده. طلع رجل مشرك بس شهم، اول ما سمع الخبر اخد فرسه وطلع جري يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع فلن استعين بمشرك. ويمشوا في طريقهم، وبعد شويه لقوا الراجل جاي تاني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: برضو لن أستعين بمشرك. ويمشوا فيلاقوا الرجل جاي تالت: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. المسلمين أصحاب قضية ورسالة، الموضوع مش سبوبة فيلا أي حد معانا والكترة حلوة، ويستمر المسلمين في طريقهم، لكن تحصل مشكلة خطيرة محدش عمل لها حساب. قريش عرفت بخروج المسلمين ازاي؟ ما هو زي ما المسلمين كان عندهم مخابرات، المشركين برضو دي فلوس بلد بحالها، يعني مش لعبه، ما تتسابش ماشيه في الصحراء لوحدها كده. فابو سفيان برضو كان بيتطقص ويبعت عيون تشوف السكه امان ولا ايه. فوصلوا اخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين وخارجين لهم، فابو سفيان بعت حد يحذر قريش. الرجل اللي راح شق هدومه ورقع بالصوت هناك اللي قلنا عليه من شويه ده، وغير طريق القافله وقدر يهرب بيها. خلونا نرجع بكاميراتنا تاني لمكه عشان نشوف كبارات قريش وهم متجمعين حوالين النذير اللي بعته ابو سفيان عشان يحذرهم، وهم كلهم وشهم مخطوف عشان خايفين على فلوسهم وقاعدين يستفسروا منه على التفاصيل. كلهم كانوا مشغولين بده الا واحد كان مرعوب ومش شايف قدامه، فخد بعضه وجري على بيته واستخبى، مش عشان كان خايف على فلوسه وتجارته اللي مع ابو سفيان، لا، الموضوع كان اكبر من كده، ده كان خايف على حياته، كان شايف الموت في كل حته بره حدود مكه. فاكرين اميه بن خلف لما سعد بن معاذ قال له: فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك؟ من ساعتها حلف وقال: والله لا أخرج من مكة. والنهاردة جه وقت خروج قريش، ما هم أكيد مش هيسكتوا، عض قلبي ولا تعض رغيفي. طب هيعمل إيه؟ هيقول لهم إيه؟ مش هخرج معاكم عشان خايف؟ هل هيقول لهم: انا عارف ان محمد صادق، وما دام قال ان هم هيقتلوني فعلا يبقى انا هموت لو خرجت بره مكه؟ بس ابو جهل ما يسيبهوش. ابو جهل اساسا دلوقتي داير في طرقات مكه زي المجنون بيستنفر الناس عشان يخرجوا للمسلمين، وفضل وراه لغايه ما احرجوا واقنعوا بالخروج. كان يستحيل يسيبه، لان لو الناس شافوا واحد من كبار مكه ما خرجش معاهم، ناس كتير هتكسل ومش هتخرج. وابو جهل عشان يشجع الناس اكتر عمل بالظبط زي ما بعض الناس ايامها كانوا بيعملوا، بان هم ياجروا ناس يرقصوا قدام لجان الانتخابات في مكه عشان يشجعوا الناس تصوت وكده. فاخدوا معاهم المغنيات والخمر، وقال انه هيحول ارض بدر لمهرجان ورقص وغنى وخمر بعد الانتصار على المسلمين، عشان العرب كلها تعرف ان اللي يرشهم بالميه يرشوه بالنار. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ونسيب مكة ونرجع بكاميراتنا تاني لمعسكر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يوصلوا الخبر ان ابو سفيان هرب، وان قريش عرفت بخروجهم، وانهم خارجين وجايين لهم وناويين على الشر. المعادلة كده اتغيرت تماما، هم ما كانوش خارجين ناويين على حرب، ولا الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم دول اتفقوا معاه على كده. عشان كده كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعيد حساباته تاني ويدرس المعطيات الجديدة كويس وحجم الخطر كويس، وهل ينفع يواجهوه أصلا ولا لا، هل يكملوا ولا ينسحبوا. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان عدد جيش قريش حوالي 1000، يعني 3 اضعاف جيش المسلمين تقريبا. جيش المسلمين حوالي 300 وشويه، وتجهيزاتهم محدوده جدا بسبب الفقر، لدرجه ان كان الثلاثه بيبدلوا ركوب البعير الواحد في الطريق لان مفيش عدد يكفيهم كلهم. عبد الله بن مسعود بيحكي لنا كان الوضع عامل ازاي في الطريق الى بدر، بيقول: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان ابو لبابه وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اذا حان دور رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له: نحن نمشي عنك. فقال: ما انتما باقوى مني، ولا انا باغنى عن الاجر منكما. قائد قدوه بيساوي نفسه مع جنده في تحمل المشاق، ما بيميز نفسه عنهم، فتكون النتيجه ان هم يتفانوا بين يديه ويدافعوا عنه وعن دينهم بارواحهم. النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم:
ما أنتما بأقوى مني على المشي. وعشان ما حدش تغره نفسه ويتخيل أنه وصل، لا، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقير إلى الأجر، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. والنبي صلى الله عليه وسلم شايف أصحابه من حواليه يشفق عليهم ويرأف بحالهم، والوضع صعب والظروف صعبة، فيرفع إيديه بالدعاء: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. وقصاد الوضع الجديد ده كان لابد إن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة مرة تانية، لأن الاتفاق الأولاني ما عادش ينفع مع المعطيات الجديدة. ملمح هنشوفه دايما في كل خطوة مع النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يكره أحد أبدا على شيء. المسلم حر ومسؤول مسؤولية تامة عن قراراته واختياراته، كل واحد هيتحاسب لوحده، فما ينفعش نهائي الإجبار. والشعب ده له رأي ورأيه له وزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستبد بالرأي أبدا، لا يستبد بالقرار أبدا، يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم المقداد بن عمرو ويقول: يا رسول الله، امضي إلى حيث أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود اتأثر بالموقف لدرجة أنه اتمنى لو كان هو اللي قال الكلام ده، فقال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف المشاعر دي كلها برضو ينادي ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فواحد من الأنصار ياخد باله ويفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مستني رأي الأنصار تحديدا، لأن كل اللي اتكلموا لغاية دلوقتي من المهاجرين. ليه النبي صلى الله عليه وسلم مستني رأي الأنصار؟ لأن بيعة العقبة كانت على أنهم يحموه وهو جوه المدينة، ما اتفقوش على قتال خارج حدود المدينة. فيقول سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت. عظمة سعد إنه ما تكلمش باسم الأوس بس وهو سيدهم، لا، ده اتكلم باسم الأنصار كلهم. هو عارف كويس مدى التفاعل والالتحام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار كلهم، عشان كده قال: وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت. وكده نقل البيعة إلى كل مكان في الأرض خارج المدينة: وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، فأكد البيعة على حرب الأحمر والأسود من الناس، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. بيعة على المال والدم، مش في يثرب بس، لا، لو كان في أقاصي اليمن. وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك. مش بس كده، ده لو هتحارف البحر كمان، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. أي ثقة اللي بيتكلم بها سعد دي، وأي زعامة إنه يتكلم باسم قومه كلهم أوس وخزرج، ولا يستثني فرد واحد من الروح الفدائية العالية دي. ويأكد سعد إن ده مش كلام عاطفي حماسي اندفاعي، لا، ده كلام أبناء الحرب اللي اصطلوا بنارها وخاضوا غمرتها، وحرب بعاث مش بعيدة. لكن الفرق شاسع، أيامها كانوا بيدبحوا بعض وتحالفوا مع اليهود عشان يقتلوا إخوانهم وأهلهم، لكن النهاردة يصدح بها سعد: يا رسول الله، إننا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، والجواب ما ترى لا ما تسمع، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. التجربة الأولى للمواجهة اختبار حقيقي، وسعد عاوز ينهي أي شك من نفس النبي صلى الله عليه وسلم في مدى تأييدهم ليه في ظل الظروف الجديدة. ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره، فسير بنا على بركة الله، فنحن عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. ويرجع ويأكد أنهم على نفس خط إخوان المهاجرين اللي أعلنوا المقداد، فيكرر كلامه: ولا نكون كالذين قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. موقف تاريخي لسعد بن معاذ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. طب يا رسول الله، مدام ربنا وعدك، ليه النقاش ده؟ تربية، لازم نتشارك كلنا في الوصول للقرار. المسلمين لا يقادوا زي القطيع، المسلمين شركاء في القرار. ونشوفكم على خير إن شاء الله.